بنا من جديد. إن لون العينين هو أكثر الأشياء التي تميزنا عن بعضنا البعض، وهي أول ما يلاحظه الآخرون في بعضهم البعض عند التلاقي لأول مرة. ولكن لا يتمتع الجميع بنفس القناعة فيما يتعلق بلون عيونهم، مما يجعلهم يرغبون بتغييرها، ولذلك فهم يبحثون عن طرق لتغييرها فعليا. فالبعض قد يلجأ للجراحة أو قد يلجأ للطرق الطبيعية لفعل ذلك. وبالطبع هناك الطريقة الأسهل، وهي العدسات اللاصقة. ولكن وقبل أن نستكمل الحديث، نحن نستكشف معا أحدث الطرق والتقنيات العالمية في مجالات مختلفة. ولكن هذا لا يعني أننا نحتفظ دائما بقناعاتنا أن أجمل شيء على الإطلاق هو ما خلقنا عليه، وهو أن نتعلم أن نحب أنفسنا وشكلنا دون تدخلات جراحية أو تجميلية. إذن معي للحديث في الاستوديو من مصر الدكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري جراحات تجميل العيون بمستشفى مغربي للعيون. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. سلام، شكرا جدا على الاستضافة دي. أهلا وسهلا. في البداية، شو اللي بيخلي عينينا مختلفة عن بعضها؟ إحنا العين أصلا تغيير لون العين هو محدود بالجينات، تركيبة الجسم نفسه يعني. ففي ثلاث جينات اللي هو الأحمر والأخضر والبني بيتحكموا في تركيبة لون عينينا. عادة إحنا بنتولد كلنا عينينا ما فيهاش لونها أزرق. اللون الأزرق ده بيبقى معناته إن ما فيش القطرحية نفسها، ما فيش عليها صبغيات خالص. والنور لما بيخش بيعدي من القزحية ده ويبتدي يبان اللون الأزرق أو اللون اللبني أو كده يعني. ومع الوقت بيبتدي تتكون صبغيات فوق اللون ده هون، وبتدي كل ما تتكون صبغيات كل ما اللون يتحول من الأزرق أو من الأخضر للأخضر أغمق شوية أسود، لغاية ما يبقى اللون البني العسلي أو البني يعني. فاللي بيتحكم في اللون أصلا هو الجينات، بيبقى وراثة يعني من الأب والأم، وبيكون على يعني اللي هي القزحية بحد ذاتها. القزحية نفسها اللي هي ورا القرنية، ورا الجزء الشفاف ده هون، في ورا منه القزحية على طول. اللي هي دي اللي بتدينا لون العين. فالقزحية دي هي المسؤولة عن لون عينينا. طيب دكتور، ما هي الطرق؟ احنا عرفنا انه العدسات هذه صارت معروفة كل الناس ممكن تستعملها كده. شو الطرق الثانية اللي ممكن اننا نغير بها لون عيننا؟ طبعا هو تغيير لون العين ده من الحاجات اللي هي منتشرة في الفترة الأخيرة وبقت شائعة جدا يعني، واحنا مش عارفين ليه، لكن هي شائعة. لكن هو فكرة القزحية مهمة جدا. احنا بفاهمين ان احنا لما بنتولد بيبقى لون عينينا اخضر او ازرق، وبتتكون فوق منه الصبغيات، وكل ما بتحط الميلانين لو الصبغيات ده هي تتحط فوق اللون الملون ده كل ما بيتحول لغايه ما تبقى بالبني، وبني فاتح بني غامق. وبناء على الحقيقه ده يعني، فاحنا عندنا حوالي ثلاث طرق او اربع طرق هم اللي معروفين على مستوى العالم لتغيير اللون، غير العدسات اللاصقه طبعا اللي بنعتبرها اامن حاجه. اول حاجه، في اطارات كتير قوي منتشره في السوق دلوقتي بتتباع، المفروض انك بتحطها في عينيك الاثنين. شركات كتير بتبيعها على الانترنت وموجوده وبتطلبها وبتجيبها، وعايز لون اخضر، عايز لون عسلي، عايز. وهي دي الاطارات دي حسب ما هم بيقولوا انك بتحطها مرتين في اليوم لمده 6 شهور، بعد 6 شهور بيبتدي يتغير لون العين. هي بتعتمد على ان هي بتحلل تاني الميلانين، احنا كل كلامنا على الميلانين، على الصبغه اللي هي حولت لوننا للون الغامق، وتبتدي هي تغير في الميلانين ده هون، ويبتدي تفككه، كل ما تفككه كل ما يبتدي يظهر لون العين، يبتدي يفتح بتدريجيا، يتحول من البني الغامق للبني الفاتح لغايه ما يوصل للازرق العسلي، وبعدين الازرق او الاخضر ايا كان. احنا ما شفناهاش خالص، ما نعرفش اذا كان ده عمليا ممكن يحصل ولا لا. نظريا علميا صعب جدا ان القطره تخترق، لان عشان توصل لازم تخش تعدي من القرنيه اللي هو الجزء الشفاف القداماني، وتوصل لغايه القزحيه وتتاثر على القزحيه. هي الشركات بتدعي هذا الشيء، لكن ما عندناش اي ريسيرش او حاجه عمليه علميه بتقول الكلام ده. لا، بيقولوا برضو ان القطره ما فيش منها ضرر يعني، برضو ما عندناش اي حاجه بتقول الكلام ده خالص علميا. لكن هو عشان تبتدي تاخد نتيجه مش قبل 6 اشهر من استخدامها، في كل الاحوال مفيش دراسات علميه عليها، لكن هي دي حتى مكوناتها ولا اي شيء، ولا اي حاجه خالص، ما نعرفش اي حاجه عنها. هم طيب. حاطين فيها تركيبات معينه، ده بالنسبه للقطره. الحاجه الثانيه بقى، احنا اتفقنا القرنيه القزحيه في قدام منها حاجه شفافه كده اسمها قرنيه، زي ازاز السياره كده شفافه. ففي طريقه ان احنا نخش في القرنيه نفسها بالليزر، ونعمل زي اخدود في القرنيه، نعمل فتحه في القرنيه، دايره داير ما يدور بالفيمتو ليزر، داير ما يدور، وفي الفتح في الاخدود ده هو نحط صبغه جوه القرنيه نفسها. لما بنحط الصبغه دي جوه القرنيه، صبغه معينه، دي طريقه جديده، احدى طرق جديده يعني. لما بنحط الصبغه دي مع لون القزحيه اللي وراها يبتدي يبان لونها متغير، وممكن تغير نوع الصبغه اللي انت بتحطها وشكلها، وبالتالي يتغير شكل القرنيه القزحيه نهائيا. يعني يتغير نهائيا او كل مره تقريبا لا انت بتحطها لفتره، بتقعد مثلا الصبغه دي عشان يمتصها الجسم بياخد سنين عبال ما يبتدي يمتصها من القرنيه، اذا كان ممكن تحقن تاني بعد كده مفيش مشكله، انك بتعمل اخدود بالفيمتو ليزر، تعمل فتحه يعني القرنيه، لو تخيلنا زي الساندوتش كده، بتفتح جزء منها وتحط اللون فيها داير ما يدور. طبعا هي تحتها قزحيه، فبالتالي اللون ممكن ما يبقاش نفس اللون اللي انت متوقعه، حاجات كتير بتاثر فيها يعني. طيب عندها خطوره؟
طبعا اكيد انك بتبقى جوه القرنيه. خلي بالك حضرتك، احنا كل الحاجات من اول هنا بقى اول ما نتكلم دي كلها تحت الدراسه تحت الابحاث. يعني دي مش طرق اللي هي موجوده فعليا. احنا بنتكلم على الطرق اللي الابحاث شغاله فيها. في فرق كبير جدا بين الطرق اللي هي احنا وافقنا عليها فدي ابحاث، ناس عامله ابحاث فيها وابتدت تعمل مواقع وبتنشرها وعملت بعض الحالات وما زالت طبعا ما خدتش بيها ابروفال او ما اعتمدتش يعني. وهنتكلم عن ده بالتفصيل شويه. فاذا تغيير لون القرنيه من قدام زي ازاز العربيه كده، لما تتغير من داير ما يدور كده وتحط لون، فاللون مع لون القزحيل والرمان ويتغير شكل العين، يبقى ده نوع من انواع التلوين لشكل العين. وهم بيعتمدوا على كده على قدماء مصريين كانوا بيلونوا القرنيه. وفي الفراعنه كان في التلوين ده وخدوا الفكره من هنا. يعني هذه الحاله الثانيه اللي ممكن يعملها، دي الطريقه الثانيه، دي الطريقه الثانيه اللي موجوده في السوق. الموجه الثانيه، الطريقه الثالثه ان احنا نخش على القزحيه نفسها ونخبط فيها الليزر. احنا اتفقنا ان القزحيه دي زي الستاره كده وفوقها ميلانين صبغه، والصبغه دي هي اللي مغمقه اللون. فلما بتخش تخبط بالليزر الميلانين ده هون، الليزر ده الميلانين يتبعتر يبعد خالص، يبتدي يبان ان القزحيه اللي تحت اللي هو الازرق او الازرق. بس هذا ما بيتعبش العين؟ طبعا اكيد ممكن يعمل ميه زرقاء، الماده الصبغه تطلع، ممكن يعمل مشاكل. طبعا انا بكلمك برضو الناس اللي عملوا الطريقه ده هيان او اللي شغالين فيها بيقولوا انها سيف وانها ما فيش منها مشاكل حسب الحالات الاولانيه اللي هم عملوها. الثلاث طرق دول بعيدا عن الطريقه الاولانيه، الطريقه الاولانيه القطرات، والقطرات للاسف هي ما بتدخلنا تحت كوزموتكس، فبالتالي مش داخله تحت اللي احنا بنسميها نظام الصحه ولا الاف دي ابروفال اللي هي منظمة الصحة والأغذية العالمية اللي في أمريكا. الطريقتين دول كلهم تحت الأبحاث وما زالوا شغالين فيهم. طيب أنتوا بتقولوا يعني بالناس الطرق اللي بيجيكم؟ لا طبعا ما بنقولهمش الكلام ده خالص، أنا بكلمك على الحاجات اللي بتعمل في السوق أو الأبحاث اللي شغالة فيها. يعني إحنا قلنا إنه هناك إقبال كبير على هذه العمليات طبعًا. ولكن أي بما إنه لسه هذول اللي حضرتك ذكرتهم هم تحت الدراسة لحد الآن لسه ما طلعوش إنه في الطريقة الرابعة بقى اللي هي شايعة اللي هي بتعملوها؟ لا مش بنعملها برضو. يعني احنا جايين هنا مخصوص عشان الموضوع ده. الطريقه الرابعه اللي هي بقى منتشره قوي 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 دلوقتي، ان احنا بنحط عدسه جوه العين، لون جوه العين، نفتح فتحه صغيره واتفقنا القرنيه قدام والقزحيه ورا، واروح حاطط قزحيه ثانيه فوق قزحيه او لون ثاني فوق اللون بتاع القرنيه. هذه هي العمليه، دي الطريقه اللي هي شغاله دلوقتي اللي بتنفذ حاليا دلوقتي. مش اللي بتنفذ، اللي هي منتشره دلوقتي للاسف يعني. هي عباره عن قزحيه بتحط بقى اللون انت عايزه، عايز لون اخضر، عايز لون عسلي، اي لون بتحطه وتغطي بقى الشكل اللي تحت. يبقى زي احنا عندنا في قطره، عندنا تغيير شكل القرنيه عن طريق عندنا ليزر بنخبطه في القزحيه ونشيل الصبغات، يبتدي يتغير اللون مع شيل الصبغه، زي ما اجي الجلد كده وابتدي اشيل منه صبغات بني اكيد هيبتدي يبيض فالقزحيه تبتدي تظهر. او الطريقه اللي هي منتشره اللي هي الرابعه، ان احنا نزرع قزحيه عدسة. نزرع عدسه بالظبط، عدسه فوق القزحيه، فخلاص هتغطي القزحيه بتاعتك وحط قزحيه ثانيه. ولو الطريقه دي دكتور بتقولوا للناس اختار هذه العمليات، الناس لسه مقبله عليها؟ لا ده لو احنا هنقول من الاخر للاول، يعني كان السبب احنا جينا هنا ان احنا في الامريكان اكاديمي من 2014 لغايه النهارده، لما بيبتدي يطرح الطريقه الرابعه، الطريقتين الاولانيين الناس بتوعها اللي بيشغالين فيها امنا الى حد كبير جدا، ومش منتشره غير عند الناس اللي هم اخترعوها وبياخدوا بيها موافقات معينه وتحت الريسيرش اللي هي طريقه القرنيه او الليزر في فهم ماشيين فيها بهدوء ومع نفسهم وبشكل ريسيرش يعني. المشكله في الطريقه الرابعه دي ان في شركات عملت العدسات دهيا في امريكا ولكن مش واخده الاف دي ابروفال، فما بتتعملش في امريكا ولا بتعمل في اوروبا، فبتعمل بره امريكا واوروبا، فبيروح العيان يعملها في الهند او في مصر او في سوريا او في اي دوله ثانيه مش مهم عندها الاف دي ابروفال. فالمشكله العدسات دي منتشره جدا جدا جدا، فابتدينا احنا نشوف عيانين كتير جاي لنا من حتت ثانيه زارعين العدسات دي، ابتدينا نشوف مشاكلها. طيب. لما جينا في الامريكان اكاديمي من ثلاث سنين كانت التوصيه، ويمكن ده السبب احنا بنقول النهارده ان احنا مش المفروض ان احنا نتكلم عنها بس زي ما احنا بنتكلم، المفروض ان احنا نطلع في الميديا وننبه الناس لمشاكل العدسات دي هي. لان احنا بنشوفه منها سيء جدا 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 يعني. وهذا ربما رساله وصلت طبعًا من حضرتك دكتور لكل الناس كانت اللي بيشاهدونا. خلينا نشوف كذلك المشاهدين، لانه الناس كثير اللي معتقدين ربما انه هذا الامور سهله وجاري بها العمل. معنا اتصال هاتفي دكتور، معنا بشير من الجزائر. اهلا وسهلا بك بشير، لو سمحت لك الفرصه، هل ممكن تغير لون عينك نهائيا؟ والله يا اختي الكريمه ما بقدر اكذب عليك، ممكن فيها خطوره ولا ما فيهاش؟ لا هي الدكتور بيقول فيها خطوره. فيها خطوره فيها خطوره ما بقدرش يعني. طيب
شكرا على اتصالك وعلى رأيك، ربما يعني رأيك بيتشاركوا مع كثير من المشاهدين، انه يقولك لو فيها خطورة ما نعملهاش. فمعنا اتصال هاتفي اخر معنا في من الجزائر دائما فضيلة. اهلا وسهلا بك فضيلة، فانت ونبيلة. فضيلة، شو رأيك في هذا النوع من العمليات اللي كان دكتور بيتكلم عنهم، اللي بيسمحوا بتغيير لون العينين ولكن فيهم مخاطر كبيرة؟ انا رايي اني ما نغيرش لون عينيا صراحه. عقله حكيم، انه قرار حكيم. شكرا على رايك. اسمحي لي، ما نخاطرش بنفسي. ما نخاطرش، انا قابله بلون عينيا كما راهم، انا قابله بهم الحمد لله يا ربي. حلو كثير، الواحد ما يخاطر بنفسه ويقبل باللون اللي عنده. شكرا جزيلا لمشاركتك، شكرا للدكتور اسامه عبد الحكيم استشاري جراحات تجميل العيون بمستشفى مغرب العيون. دكتور شكرا على كل النصائح والمعلومات. مشاهدينا ايضا شكرا لمتابعتكم لحلقتنا.